ممكن ان هم يقدموا استقالتهم من الشغل، ولقينا انه مش المرتبات السبب، ولكن ممكن يكون اكبر سبب هو المدير. حضرتك شايفه الموضوع ازاي؟ هل فعل المدير ممكن هو اللي يخلينا نقدم استقالتنا؟ هو احد الاسباب بس مش كل الاسباب طبعا. في قاعده اتعلمناها زمان، يعني من ايام ما كنا بندرس في التجاره واداره اعمال والكلام ده كله، ان المدير كل قائد مدير، ولكن مش كل مدير قائد. صح. اوكي. فالقائد هو اللي بيلم دايما بمشاكل المحيطين بيه، وبيحاول ان هو يجد طريقه تواصل فعاله ما بينهم. لما بتنكسر الحته دي او ما بتكونش موجوده ما بين المدير او الاونر او المدير المباشر، قد يكون ما يبقاش هو رئيس مجلس الاداره مثلا. فالمدير القسم بتاعك انت مهم جدا ان انت تعمل حلقه تواصل. لازم يبقى في وضوح رؤيه قوي جدا على الاقل عند الناس الفريش جرادويت اللي لسه شغالين لاول مره، فانت لسه داخل بتكتسب خبره في التعامل مع الاخرين، وفي نفس الوقت هي احد الاسباب المهمه جدا ان المدير بيخليني ممكن اسيب الشغل. واحيانا يعني او مهم جدا انه في بعض المواقف يجب ان تترك العمل اذا كان مديرك سيء في حالات معينه. زي ايه دكتور؟ اخلاقيا مثلا، اذا المدير اخلاقيا مش كويس. تمام. او في بعض الشباب، يعني لو بتكلم على الاولاد مش البنات، اذا كان نزاهه العمل او انه بيطلب منك حاجات ان انت تعمل مثلا حاجات فيها نوع من الغش، تدليس، فساد اداري، مش عارف ايه الكلام ده كله، هنا لازم يبقى عندك